ماشي. ده young patient 1 year old. ده طفل عنده سنة، اهله جايبينه ان هو بيشتكي من ماكروكيفالي وفرونتال بوسينج. تمام، هو عمل سي تي الاول. سنة. لسه هنجيب الام ار بقى. هو عامل ام ار كمان، هو في برومنانت للسب اركنويد سبيس بايلاترالي وانتيرور انتر هيمسفيريك برضو. الاثنين ده جريديانت برضه، بس ايه والكونتراست هنشوف كله سنة. تمام، برضو في برضو برومننت برضو سب اركنويد وفي سي اس اف سيجنال في كله ومع الديف. نعم صح. وكان ال يعني دلوقتي في تي 2 برضه سي اس اف سيجنال والكونتراست مفيش حاجه انهانسمنت، هو اهم حاجه بس الجريدينت كنا جايبينه. نعم كفايه. تمام ده لازم الفرق الاول. تمام ده تمام. فاحنا عندنا انفيزيف ماشيه معاه عادي جواه عادي. يبقى ده ان هو كولكشن ولا اطروف الجيرال ماشي اطروفي ولا كومبريشن. مظبوط. يبقى احنا كده ماشيين مع مظبوط. تمام مع انه طفل، مع هو ان هو طفل مظبوط. هو الدياجنوز فعلا بناين انلارجمنت. لا مش كوليكشن. هو انلارجمنت. هو فعلا تمام. هو الدياجنوز فعلا البس اللي هو بناين انلارجمنت اوف سب اركنويد سبيس، بيبقى واخد اكتر الفرونت وبرايتال تمبرال وبيسبير الاوكسيبيتال والجيراي، بيبقى محافظ على الشكل بتاعها مفيش فلاتنينج ليها ولا اتروفي. وبرده الفنتركل كويس مفهوش يعني مفهوش دايلاتيشن ولا هيدروكيفلس. فاحنا المين ديفرنشال بقى اللي احنا نكسكلود اللي هو الكرونيك سب ديورال هيماتوما والسريبرال اتروفي. الكرونيك سب ديورال بيبقى برده في بيبقى فيه زي سام سورت اوف بيبقى فيه زي كومبريشن على الجيراي، وفي نفس الوقت ساعات ممكن برده نشوف فيه بلاد برودكت ما بيبقاش سي اس اف كلير يعني. اما الاتروفي بيبقى واخد اكتر برده معانا يعني كله الاوكسيبيتال وكل الهيمسفير بيبقى معاه سمول هيد سيركمفرنس. تمام. الكيس الثانيه دي كان جايب بارابليجيا. ماشي. وعامل يعني عامل برين وسباين. ماشي.
شايفين حاجه؟ اقول على طول ماشي. احنا في سيجنال هنا في الليفت، وهي في الاول هنا في الرايت في الليفت بزا الانترنال كبسول، وفي هنا برضو في الرايت برايتال. هنا برضو هنا وهنا برضو هنا اوكسيبيتال برضو هنا، يعني سكاترد بليكس وفوساي وفاي في التيتو والفلير. تمام، هندخل بقى على السباين. وفي حاجه كمان هنا، احنا برضو هنا في التيتو، وفي عندنا برومنت السبراكنويد سبيس اراوند الاوبتيك نيرف، زي في باب الديما كده عندنا. ماشي، في بقى بليك بقى لونج سيجمنت في الترد ام ار اي سيجنال في السيرفايكال والدورسال، وباين اكتر في الاشتير طبعا. هنا في اكيوت مانيفستيشن. احنا دلوقتي معانا البرين بليك ومعانا الاوبتيك، هو مش تيبيكال للكيس، ومعانا البابيلي ديما، ومعانا اللونج سيجمنت بتاع الكورد. الدايجنوز هو النيورومايلايتس اوبتيكال الديفيك ديزيز، هو دايجنوز بالاكوابارين فور شانل اللي هو انتي بودز. اتفضل اجيب لك الايه؟ مش سامع. الاوبتيك، لا هو الاوبتيك نيرف مش انا قلت لكم وريته لكم ساعتها. بس الاوبتيك نيرف مش ايديمتاس، لا هو بس مجرد ان في بابيلي ديما حواليه، بس مش تيبيكال للبابيلي ديما، بس هو دايجنوز باللي هو الانتي بادز. احنا عندنا البرين والاوبتيك نيرف والسيرفايكال فايند ماشي مع نيورومايلايتس اوبتيكا. الديفرنشال بقى المفروض اللي كان معانا، تمام، الام اس طبعا، بس بيبقى البرين ديستريبيوشن بيبقى مختلف، بيبقى بيربنديكولار على الكوربس كالوزم، وبيبقى يعني اكستنسيف اكتر من كده، والسباينال بيبقى شورت سيجمنت افكشن. ترانسفيرس مالايتس ما بيبقاش فيه برين افكشن. الادم طبعا بيبقى عنده كلينيكال اللي هو بوست فايرال او فاكسينيشن زي ده، وبيبقى سبيشال ديستريبيوشن بتاع البرين مش زي ما احنا ايه شفناه. اوبتيك نيرف تمام. برضو البيشنت ده كان جايبه بارابليجيا، برضو كان جايبه بارابليجيا وعامل برين وسباين. هو البرين نون سيجنيفيكانت، ما كانش فيه غير الفوكس دي، ما فيهوش حاجه ثانيه. شايفين اي ابنورمالتي؟ هم كانوا متوقعين حاجه معينه ام اس، ويعني اكسيدنتال ديسكفرد، يعني عاملين حتى برينو سيرفايكال بس. شايفين حاجه؟ لو زومت هيروح. بصوا احنا هو في فوكال كورد اكسبانشن هنا اهو،
هنا فوكال كورد اكسبانشن. استنوا هبينها لكم بس بال لقينا مالتيبل سيربيجنس ستراكشر فلوفويد هيمانجيو بلاستوم سباينال انترا مدلري هيمانجيو بلاستوم. مش كل البارابليجيا يعني، كنا شاكين في ام اس برضه بس دي طلعت حاجه ثانيه. لا هو عمل كونتراست برين بس، انا بقول لك اكسيدنتلي ديسكفرد واحنا بنبص في الدورس. هو الدياجنوز باينا هيمانجيو بلاستوما. طبعا هنحط الديفرنشال معانا الانتراميدلاري نيوبلاستيك ليجن، السباينال انتراميدلاري، السباينال ايبن دايموما، الاستروسايتوما والجنجليو جلايوما، دول طبعا مش معانا خالص. النان جلايال الهايلي فاسكولار اللي هو زي السباينال هيمانجيو بلاستوما والبارا جنجليوما والاذر بقى الميتاسس والليمفوما والبريماتيف نيورو اكتوديرمال. فهو كان هي السباينال هيمانجيو بلاستوما كانت الدياجنوز يعني معانا. الانترا تدخل بس تمام، بس مش هتعمل فوكال كورد اكسبانشن كده، هي بتبقى فيسل ومش مش عامله اكسبانشن بالطريقه دي. ماس افكت فكرنا فيها برضو. تمام. هو الكيس دي هو طفل جايب اكيوت ابدومينال بين، كان 8 سنين. كليك شمال مش عارفه اهو. نفس طويل بقى للحاله دي، نجيب الكونتراست على طول افضل يعني. هنمشي من فوق ومن تحت. هو الاول بس بص على السكاوت في ايه، باول لوبس يعني زي اي او، في اي او مثلا في الابر ابدوم. تمام نجيب الكونتراست، هنمشي من تحت ومن فوق واحده واحده بقى. ده الديليت بس مش مشكلة، امشي واحدة واحدة اصبري. في حاجة دمسة كمان هجيبها من تحت لفوق برضو عشان اللارج باول. ماشي هرجعها تاني، مش هيجوا في بالكم بس عادي. معقولة؟ طب نمشي واحدة واحدة كده. ماشي هنمشي الأول كده الاستومك. ماشي الاول همشي مع الاستومك والديودنم. الديودنم ما عداش الناحيه الثانيه، طلعت فوق اتاكد من حاجه. لا ثواني بس واحده واحده. لا سوبيريوم سنتريك ارتري فين في ريفرسال للريشو في ما روتيشن اهو ما روتيشن اه في ريفرسر للريشيو الاول. ماشي والسوبيرو مزنتريك داخل يعني رايت سايد، مش ده مش المفروض يمشي شمال ليفت سايد. ماشي رحت برضو لللارج باول، مشيت ورا السيجمويد وده الديسندنج سندنج كولابس، لقيت اخره هنا مش معدي الناحيه الثانيه، فاحنا كده ما روتيشن. تمام مش هنا برده مع السمول باول الجزء ده تيرمينال اليوم ده.
مش هنا، انا داخل في الكافيتي ده. هو الكيس اتفتحت يعني، فده ده ابسس ده كده تمام، وده في ابنديكولس. فهي مال روتيشن كومبليت، السمول باول على الرايت واللارج باول كلها على الليفت، وجاله من حظه ان هو جاله ابسس عشان ابنديكولار ابسس. الدنيا لخبطت خالص، عشان كده بيعملوا لهم بروفلكتد ابنديكتومي الاطفال دول عشان بيمسوا الدياجنوز. يعني كل السمول باول رايت سايد واللارج باول كلها ليفت سايد. عامله بقى اي او هي حاله محتاجه نفس طويل حلو كده. هي حصل له نان روتيشن بقى خلاص، نان روتيشن خالص، نان روتيشن. بس احنا بنعرفه بال هو مال روتيشن والتايب بتاعها نان روتيشن. التايب بتاعها عشان كومبليت، هو كومبليت بقى نون روتيشن. ملفش بقى، لا معاش فولفيلس. لا ايوه مش جالوش فولفيلس. ده الدياجنوزس. الكيس الثانية هي في ميل بيشنت. ماشي ادخل على اللي بعده. فوت سويلنج، دي حاله خفيفه بقى. هو في سويلنج هنا لو في تي 1 هاي في تي 2 هاي في الاشتيل. تمام هي تمام، هي لو في تي 1 وهاي في تي 2 وما حصلهاش وما طفتش، يعني مش فات مش لايبوم. تمام يبقى جانجليون سيست عاديه، بس هي الديب تايب بتاع الجانجليون سيست لانها ديب للبلانتر فاشي. حاله عاديه كده خالص. وفي حاله كده كانت اخيره هنجيبها الاول. هي عامله سونار اخر حاله نخليها ماشي. هي البيشنت دي كانت عملت ازول ولابروسكوبيك رينال ستون ريموفال من شهر تمام، وكانت جايه يعني يعتبر ابسوليت كونستيبيشن. عملنا لها سونار لقينا السيستك ستراكشر ده، يعني كان قاس 31 في 22 في 29 حاجه في الرايت سايد، واخد الرايت سايد كامل. وبالسونار ما كناش عارفين يعني هو طالع منين بالظبط، بس هو كان ريترو بروتونيل. هو الازول كانت رايت برضه؟ كان ريترو بروتونيل تمام؟ طلب طبعا سي تي. انت فاهم ايه يا ده؟ اجيب الوزوت. الوزوت اهو. هي عنيفة عنيفة اوي. فاهم بس فينوس ماشي. نجيب لهم الديليت كورونا، اجيب لهم كورونا ماشي. كورونا او ساجيتال يعني
استنى اجيب لك السجت، اجيب لك الديليت. الديليت هيحل الدنيا بقى. استنى يا دكتور بتحرقش الحياة. بس هي بس النار كانت تخض جدا، وما تخيلناش بقى ان هو بهدل الدنيا كده. بس هو ما كملش. فهي دي كانت كلو ان هي الكونتراست بوزيشن جواها. بس هو مش مكمل لليورينري بقى. في سيدمنتيشن زي في مش مكمل. اهي اهي هي دي هي دي اللي واخد انه اشوف اوقف كده وخلاص كفايه، واجي لك اطلع اجيب حاجات كمان ولا كفايه كده؟ كفايه 11 كفايه النهارده بقى. 12 5 دقايق كمان ماشي. احنا اخدنا الاربعه 6، احنا اخدنا في 6 انت حاضر 6 و7 حاجات كلاسيك بقى بتهيألي اسمها ايه؟ دي كانت حاجه عاديه ماشي. ماشي خلاص افتكرتها، هي حاجة يعني سبوتنج كده بس فيها حاجة فيها تركة بس. واليريان ديجنريشن صح، هي بس الكونترا لاترال بقى كروزد. احنا عشان احنا في نفس السباينو كورتيكو سباينال يبقى نفس السايد. ايوه ما هو ده اللي انا جايباه عشان هو الواليريان بتبقى نفس السايد لكن السيربيلر كروزد الناحيه الثانيه عشان الكورتيكال. دي كانت حاجه سبوتنج كده. مش طب اوريها لكم دي واحده عشان في ناس. بص هي في انكفالو ماليشيا يعني حاجه اولد كده، فمش ننزل نلاقي ده الميد برين في اتروفي. فده حتى من الجريد الاخيره الاولد بتاع الواليريان ديجنريشن، في جريدز ليها دي اخر جريد ليها، فبيبقى نفس الكورتيكوس باينال السيم سايد. اما لو في السيربيلم بيبقى الاذر سايد. يا اخر يعني دي حاله كلاسيك ماشي، بس قلنا ايه نجيبها برضه. في تيون هي في كورتيكال سب كورتيكال ووايت ماتر سكاترد في ساي هاي في التي 2 والفلير، وفي التي 1 لو بتدل على الكرونيستي. تمام هي طبعا السجت اللي هيحلها عامله دوسن فينجر، هي تيبيكال يعني. ونتيجي نشوف السيرفايكال، هو اهم حاجه في الكورد الاشتير او البروتون دينستي عشان نعرف نطلع الليج. في هنا في الاستقصاد سي 2 والدم دي 2 شورت سيجمنت وبريفر، هي دي الفكره بتاعتها. شورت سيجمنت وبريفر تمام. واحنا بقى الفكره ان احنا ازاي نفرقها بقى عن الفاسكولار انكفالو بس. تمام الفاسكولار بياخد ما بيبقى واخد اكتر البيزال جانجليا، مش بياخد الديستريبيوشن بتاع الكالوزو سيبتال انترفيس الحاجات دي. والفاسكولار ما بياخدش سباين، احنا السباين اكتر مع الام اس. في ايه كمان ممكن؟ وبيبقى ممكن فاسكولار ديستريبيوشن بيبقى اتروفيك تشينجز دي مع الفاسكولار انكفلوبس. بس خلاص تمام.